عفاف عفاف مور ابن عمي، جيبي لي مكبس الشوارب وحنجور الدبع دخيل عينيك. من عيوني. روحي صبوها تشوفي مين. حاضر يا بي. يسلموا. أهلا خالو. مين؟ خالي أبو قاعود وخالي أبو دياب يا بي. يا ميت أهلا وسهلا. أهلا أهلا بالعقيد. أهلا سهر. أهلا أبو دياب. أهلا عقيد. والله شرفتوا. أهلا أختي الله يرضى عليك. يا ميت أهلا وسهلا. يا ميت أهلا وسهلا شرفتوا. الله يرضى عليك. نجوحة تعي تعي. تفضلوا. كيفك سهر شو أخبارك؟ يا ميت أهلا وسهلا. الله يخلي لي إياك يا رب. بن عمي لك الجاهز. يلا يلا تفضلوا الله يسوق. يلا أهلا وسهلا. شو سهر ليش معذب حالك؟ لا 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 تكون معتبرنا غربة ولا نحن ضيوف؟ لك أنتوا أحلى ضيوف بالعالم كله شري. أهلا سهر. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل أبو دياب. هاتي يا ماما. يلا يلا. شو هاد أختي؟ شو هالخير كله؟ الله يجعله عامر. الله يجعله عامر يا رب. أهلا وسهلا يا ميت أهلا وسهلا. إيه سهر ما قلت لي؟ شو؟ بموضوع الورثة. والله يا أبو قاعود أنا مو من حقي أحكي بهالموضوع بنوب. لا سهري من حقك. مرتك إلى حق بالبيت وبالبوايك اللي بالميدان، ونحنا بننصفي الورثة وكل واحد ياخد حقه. إيه شو عليه حق؟ حق عفاف رح تاخده مصاري، والبيت مثل ما بتعرف كلياتنا ساكنينه، والبوايك نحنا الأربعة عم نشتغل فيه. أبو قاعود أجل لي هالموضوع لبعدين كول. رح أكل سهري رح أكل. سهري ليكون مالك خاطر نعطي عفاف مصاري بدل حصتها. لا يا أبو دياب لا يا عيب الشوم، هي ما حبيتها منك بنوب. أخي عشان تطمنوا أنا رح أحكي بالنيابة عن عفاف. عفاف ما بدنا منكم شي بنوب، نحن اللي عنا مكفينا ورب العالمين سبحانه وتعالى طامرنا بخير وطمر. بس يا أبو دياب أنا عم بحكي. أمرك أخي، بس قلت لحالي يعني بركض عن صهري أبو أدهم عنده رأي تاني أو رايد يشاركنا بالبيت وبالبوايك. الله يسامحك يا أبو دياب، هاي ما حبيتها منك بنوب. تفضلوا أكيد. لا لا أبو أدهم مو هيك، أبو أدهم رجال معدل وقضايا وزقرت وكل عمره عايش على العز والنعم. لا أخي لا، انت ما اشتلقت عليه كيف تغير لونه وصار بده يغير الحديث لما كنت عم تحكي عن حصة عفاف والورثة. يعني صهري ابو ادهم بده حصة عفاف من البوايك والبيت وما بده ياخد مصاري؟ ايه ما فشرت عينه؟ ما بيطلع له معنا شيء؟ بس والله صهري ابو ادهم بيحبنا وما بظن انه صهركن عنده والله كافيه، ولا مفكر بورثة حرمته ولا برزقتها. بس نحن عنا لك عفاف والله كافينا من نعيمه. ابن عمي هذا حق والحق ما بيزعل. ما اختلفنا، بس كأنه أخواتك ما لهم خاطر أن يكون لك حصة بالبوايك والبيت، وأنا بشوف أنه معهم حق. الجماعة أخوة وبدون يشتغلوا مع بعضهم وما بدون حدا براني يدخل بيناتهم، وهذا حقهم. إلك أن يعطوني حق حصة المصاري. أنا حسيت من كلام أخوك يا أبو قاعود أنه الجماعة متضايقين شوي، ونحن والحمد لله لك عفاف الله ما نعم علينا. بدك رأيي؟ فوتي حقك لأخواتك وسامحيهم، هيك بتكسبي مودتهم مودة أولادهم وبترفعي راسي قدامهم وقدام كل أهل الحارة. يعني ابن عمي أنت إلك خاطر أني فوت حقي؟ شوفي عفاف، أنا ما بحط خطيتك برقبتي وبفرض عليك أنك ما تاخدي حقك، بس أنت وازنية بعقلك، إذا أنت تنازلتي لهم رح يلاقوها حلوة كتير منك. تقبر قلبي يا حق، طول عمرك شهم وقبضاء ونفسك عفيفة. لك ما حدا أخذ منها شيء إلا عمله وذكره الطيب، ويكون بصحته وعافيته هو وعياله، ويكون هن رضيانين عليه وهو رضيان عليه. وانت ابن عمي رضيان علي؟ لك أنا رب العالمين رضيان علي لأنه جمعني فيك. يا أكيد أبو أدهم لسه مو دريان بسرقة دكانة أبو صلاح، لأنه لو كان دريان كان حكى. ايه وإذا دري يعني ما أنا رحت ورجعت وما حد اشتلى علي، تركت صبحي نايم ورجعت ولقيته لساته على نومته، يعني السرقة ومشي حالة. بس غلت هالخانة اللي أخدوها مني هالكلاب، وهلأ إذا سألني عنها شو بدي قله؟ شان اللقين هوني على العافية يا شباب. يعطيكم العافية.
بمر عقيد. طيب ادهم شرفوا. سلام عليكم. اهلين 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 وسهلين. يعطيك العافيه يا ابو ادهم. شرف استريح. زيدك شرف، والله مستعدين شوي، واني بدي تحسين ابن عمك. خير، شو بدكم منه؟ القصه انه في سرقه بالحاره. سرقة شو؟ هذه يا خيي مسروقة دكانة أبو صلاح. شو هالهدي؟ مثل ما قلت لك خيي. وليش بدكم تحسين؟ رئيس الكراكوب بده يعمل تحقيق مع كل أصحاب السوابق والزعران، فمشان هيك يعني، وأنت بتعرف يعني قصة نصري لسه ما انحلتش، فبده تحسين. ومين قالكم إنه ابن عمي حرامي؟ يمكن يكون عنده شوية زعرنة، ما بقول لا، أما حرامي عيب أبو شدعان، عيب. بقى الله يرضى عليك، لا طلعوا قصيت علينا بنوب. لك يا خيي يا أبو أدهم، رئيس الكراكون مصر بده اياه. ايه مو على كيفه رئيس الكراكون. روح قل له عقيد الحرم ما في بعيلته حراميه. واذا ثبت شيء على تحسين وقتها الكم حق تحكوا، واللي بدكم اياه بيصير. بفهم من الحكي انه بدكش تسلمنا اياه. ابو جدعان اسمعني منيح، تحسين مانو هون، وانه يسلمكم اياه بقضيه سرقه ومو ثابته عليه لا تحلموا فيها. وبالنسبه للنصري بكره بيجي بيصد حقه. ايه؟ يعطيك العافيه. الله معك. تفضل. إذا بتعرف شيء اللي مش هنلفلف الموضوع على ستر وسلامة. جماعة الكراكون اجوا لهون بدهم اياك وما رضي يسلمك، وانت بتعرف ليش؟ بعرف عقيد، لأنه ما بيهون عليك انه نحب الظلم. مو بس مشان هيك، نحن يا تحسين بهالحارة من مئات السنين وما حدا قدر يجيب معدلنا بكلمة، ولا بحياته واحد من بيت عياش راح الكراكون مشان سرقة. عم تفهم منين؟ مشان هيك مستعد ادفع اللي فوقي وتحتي ولا يطلع علينا هيك صيت. ده يا عقيد، كل شيء الا السرقه. وين قلت لي بدك تروح؟ رايح اشتري شويه دواعي. روح الله معك، لا تتاخر. وينك؟ هناك امرأة قدام الكراكون بمسكوك. امرك عقيد. يا صبحي. وما ستر إنه ما شافتني. بس شو هاد؟ لا ولا لا ويا ولا لا، سمر عيوننا غزالة وميلي يا سمراني. إولي على قلبي على الصوت، أحلى ما صوت الحساسية. تحسين لك انتي اوطى منه، من لما جبتي وجيتي على الحاره ما شفنا منكم الا مصايب. لك لو بتطلع على سابع سما اجيبك يا واطي. مر معلم. وين السقلاويه؟ تحسين اخذها. وين راح فيها؟ والله يا معلم ما بعرف، سالته وين اخذ فرس العقيد ورايح، قام قال لي انت ما دخلك. من زمان؟ من شوي معلم. روح شوف شغلك. روح. ماشي. روح. وصلت مواصيلك لحرمتي يا واطي، والله لا اسحب قلبك من بين اضلاعك يا ندل. لك شو جابوا المختار لهون؟ بس ما يكون دري بالقصة. يا فضيحتك يا ابو ادهم. ابو ادهم! اهلين مختار. شوف عقيد، ترى طفح الكيل معي، كلمتين ورد غطاهن الله يرضى عليك. اذا ابن عمك تحسين بشوفه بالحارة بدي افعصه برجلي هدولة. تأمر مختار، اللي بدك اياه بيصير. تفضل لشو. عجبك على الفصول الخايسة تبع ابن عمك؟ مو شي بيهز البدن وبينومي سي عقيد. معك حق يا مختار، معك حق. معناتها مو بس على عفاف عم يتناوأ هالواطي. بشو عم تفكر؟ عم فكر بكلامك عن الواطي وبالعملة اللي عملها مع حريمات المسكين. يخرب بيت قلبه.
لك مرته للإسكافي كانت مرت أبوه، يعني مثل أمه. لا تزعل مني يا أبو أدهم، هذا الواطي راح يوسخ سمعة عيلتكم، مشان هيك لازم يتقلع من الحارة. وانت قلت مختار لازم يتقلع من الحارة، وعيلتنا بإذن الله راح تتبرى منه وراح تهدر دمه اليوم قبل بكرة. لا مو مستاهل القصة لهالدرجة يا أبو أدهم، مهما كان بضل تحسين ابنكم. أنا فكري يعني نقلعوا سنتين ثلاثة هيك فركة إذن، بس نتأكد إنه عائل من رجعوا. أنا راح اجتمع مع ضوات الحارة ونحكي بموضوع تأليته. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. شلون يعني ما في لزوم؟ لأنه تحسين ترك الحارة وهرب. شو عرفه؟ أخذ الفرس وهرب فيه. ألو فرس؟ السقلاوية. هلا السقلاوية راحي وانت مبرد دمك وعاطت اجر على اجر لك يا عقيد؟ شو بدك ياني ساوي مختار؟ بعدين ما بعرف وين راح فيها. لك شو ما كان، المفروض نجمع كل قضايات الحارة ويروح يدوروا عليها ويخلوها من تحت الارض قبل ما يبيعها او يتصرف فيها الواطي. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. ابو ادهم شو بنا؟ لسه كل شغلة بتقلي ما في لزوم ما في لزوم. لانه السقلاوية ما بركبها غير خيال واحد مختار. لو هلا بتلحشوا لتحسين ترجع لعندي. شو نسيت كم واحد جربوا يركبوها بميدان الخيل وتلحشوا وترجع لعندي؟ معك حق، هي كانت رايحه عن بالي. يلا وين مسهل؟ بدي روح على ميدان الخيل قبل ما تغيب الشمس. بس بدها نحن لازم نجتمع مع ضوات الحاره ونحكي بتقليعة المنحوس. طيب لازم نقول لهم شو عمل مع الحريمات. لا يا رجل، هدول بنات شرفها ما بصير نجيب سيرتهم على لسان حدا. يا سيدي منقول له نعمل ندالي وبس. سقلاوي رجعت عقيد. ها شو قلت لك؟ الاصيل بضل اصيل. وبيرجع لعند الاصيل. ايوه. السلام عليكم. الله معك.